دكتوره بالنسبه للمراه الحامل لما تمرض بالكوفيد عارفين انه وانت قلتي انه مناعتها تكون ضعيفه هل في بروتوكول علاجي خاص بها ام نفس البروتوكول المتبع مع البقيه؟ البروتوكول العلاجي اننا نضيفوا نضيفوا اللوفينوكس يعني نضيفوا الماده اللي تخلي الدم لا ما يتخثرش نعم. اكثر من الناس الاخرين باسكو فيزيولوجيا المراه الحامل يعني التخثر تاع الدم نتاعها يكون اكثر من المراه اللي غير حامل صحيح دونك هي عرضه انها دير لي يعني مضاعفات التخثر تاع الدم اكثر من المراه لذلك اللي نعم. قلت لك المناعه تاعها ضعيفه عندها فقر الدم وزياده على ذلك هذه النقطه الثالثه اللي هي تخثر